عايدة يكون في الجدران، وش أسبابها وش المشاكل اللي فيها؟ عايدة في المنزل، المشكلة اللي هي التصدعات اللي تكون في الجدران، وش أسبابها وش المشاكل اللي فيها وليش تطلع وكيف علاجها؟ كثير من الناس يشتكي من هذا. هذه المشكلة غالبا تطلع بعد السكن وبعد تحمير المبنى الأوزان، هي مشكلة إنشائية الدهانات ما لها علاقة فيها، لكن الحلول عند مؤسسات الدهان وفنيين التنفيذ حقين الدهانات. الإجراء الصحيح في مثل هذه التصدعات الموجودة، نستخدم الألتيميت من الجزيرة، طبعا هذه مي بدعاية لكن المنتج ممتاز. المنتج عبارة عن إيش؟ عن شبه معجون قطني، بعد ما نوسع الشق كامل يغسل الشق ويأسس، وبعد الأساس نحط عليه هذه المادة شبيهة باللبنة ولا بالزبادي، صايرة عجينة، تمسح بالمعجون بالسكين على كامل المكان وخلاص مرة واحدة، وبإذن الله ما عاد ترجع. الميزة في هذه المادة أنها قابلة للتمدد، لو رجع الصدع ثاني مرة فيها خاصية للتمدد، ما فيها إشكالية، تتحمل وحتى ما تتأثر الدهانات أبدا. هذا مجلس النساء ما شاء الله تبارك الله، راح أنزل لكم الألوان وطريقة اختيار الألوان وليش نختار شيء عن شيء. في ملاحظة ثانية راح أذكرها لكم إن شاء الله، بس نطلع فوق. طبعا الجلاي او الغسيل لابد انه ينتبه للقزاز، اذا كان راكب الكونكتر كذا يحط عليها، بوريكم، يحط الشطرطونات في المنطقة هذه بحيث ان الموية ما تنزل على جنب الجدار. او الحل الثاني بالرولة الصغيرة اللي هي هذه، طريقة الدهان في هذه المنطقة، طبعا القزاز صاير قريب هنا ممكن 2.5 سم، أحيانا نستخدم الرولة الصغيرة بالشكل هذا، نحط هنا في المنطقة في القزاز هذا النايلون وندهن وبعد كذا نشيله. تحتاج شوية بس احترافية بحيث أنها تضبط وما يصير فيها مشاكل، والقزاز حتى ما يتوسخ. نشوف هنا القزاز ما شاء الله تبارك الله ما تأثر الحمد لله، هذا تفر الله، هذا حاجز بسيط ما بين المطبخ ما بين الدرج. أكثر منطقة تتأثر مع توريد الأثاث هي الدرج، نفس اللي صاير عندنا هنا، هذا راح يندهن ثاني مرة، صنفرناه طبعا وخلصنا منه. نفس المشكلة هنا مع الغسيل، مفترض كان فيه عتب، بس حسب التصميم ما صار في شيء. هذا الموزع اللي فوق، هذا غرف النوم بمنافعها، أبواب السحب ما شاء الله تبارك الله جميلة، في ما تأخذ حيز ولا تأخذ مكان، شكلها جميل. هذا حد غرف النوم خصوصية الأهل، هذا الله يعزكم دورة المياه. الشباك صاير طولي يعطي إضاءة طبيعية في نفس الوقت مرمل، اللي برا ما يشوف اللي جوا. طبعا استخدمنا اللون الأبيض الكامل للأسقف، وفرزات السقف خليناها أسود، هذه منطقة السطح كاملة ما شاء الله تبارك الله صايرة شرحة وتفتح النفس بحكم الشباك الكبير اللي صاير هنا. صالة عائلية تطلع على الدرج، يعني بحيث ان الواحد ما يستاحش اذا صار فوق يحس انه بالحالة. فكرة جميلة ما شاء الله، الله يبارك لها المنزل ويسمح امرهم.
ويطعمهم من خيرك فيهم شره. مغسلة جميلة ما شاء الله. عجبتني البنوهات ما شاء الله تبارك الله، هنا موظفة توظيف سليم ومحددة مكان السرير ومكان الكومودينة، نفس الشيء بالإضاءة الساقطة. إذا صار الشيء مدروس أو مفكرون فيها شوي تطلع نتائج حلوة. الله يبارك لها، يوفقهم إن شاء الله، يسلم حمرهم.